في الكرام الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سعد. السلام عليكم. فيما يخص مباراة الذهاب يعني اللاعبين ككل يعني الفريق ككل لم يكن في يوم مباراة يعني اللاعبين مروا جانبا من خلانا ننهزم 4-0 ضد فريق الأهلي. مباراة العودة إن شاء الله راح تكون مختلفة على مباراة الذهاب. 11 لاعب إن شاء الله كلهم مجندين يعني المعركة وحيدخلوا يعني بكل قوة ونلعب بكل حظوظنا إن شاء الله من أجل التأهل. طبيعة الحال يعني كي تشوف قراوي وقطع أساسية في الفريق يعني اللي لعب كامل مباريات هذا يعني من أقش من قيمة اللاعبين اللي عدنا في الفريق. إحنا المدرب جهز لاعبين آخرين اللي حن يعوضوا يعني قراوي اللي حيدخلوا بكل قوة. مفاتيح يعني المباراة هذه إن شاء الله إحنا ندخلوا نهاجموا من يعني من البداية إن شاء الله إن شاء الله يعني وين يكون إن شاء الله في الشوط الأول إن شاء الله نحاولوا وين نعودوا في النتيجة إن شاء الله على الأقل هدف أو هدفين ونلعبوا إحنا كل حظوظنا حتى آخر دقيقة إن شاء الله. صح جيت تشوف فوز بسبعية ضد فريق يعني هو يعني في الحقيقة فريق جريح فريق وين سقط فريق سريع جدا. مباراة كانت يعني تحضير مباراة الأهلي وين الهجوم يعني الآلة الهجومية تحركت الحمد لله يعني هذا شيء إيجابي للفريق إن شاء الله. إن شاء الله يكون الهجوم يعني في الموعد إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله وين إن شاء الله نحقق الرومنتادا إن شاء الله. شوف هي صح في مباراة الذهاب خسرنا 4-0 احنا مباراة العودة هذا ما عدنا ما نخسره هي كان عوامل ما خلتنا نخسره 4-0 يعني طرد قراوي 30 دقيقة وين تلعب 60 دقيقة كاملة ضد فريق الأهلي شيء صعب يعني مش حاجة سهلة تلعب 60 دقيقة منقوص عدديا. انا حبيت نقول لك يعني مباراة العودة راح تكون مختلفة كليا عن مباراة الذهاب عامل يعني الأرض والجمهور وان شاء الله ندخلوا احنا قلت كذي معركه احنا ندخلوا 11 لاعب ان شاء الله من اجل الفوز واحنا كمان نلعبوا كامل حظوظنا ان شاء الله من اجل يعني تحقيق رومنتادا واللي فيها خير يجيبها ربي ان شاء الله. زي ما احنا شفنا دي تصريحات اللاعب نمديل عبد الكريم لاعب وفاقس